السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جبت لكم فكرة جديدة وما أطول عليكم، على السريع أحكيها. طبعا هذا تبع مكوى للملابس أو القماش، وهذا الكحول. طبعا أحط نسبة الكحول بيه، وأحط ماي وياه وعبي. هذا أنظف بيه الأشياء اللي ما تقدرون تنظفوها، يعني ما تقدرون تغسلوها، ما تقدرون تمسحوها لأن تتوسخ. هسه أنا مثل عندي هذا جربت امسحه اكثر من مره، توسخ عندي، ما يتنظف. هاي الاقمشه هاي، فشو بتسوون بعد تنظيف، بعد ما تخلصون عبوها وشغلوها. هسه اشتغلت ستيمر، تبدون تبلشون تنظفون، تحطوها على اليد، يتمشي البخار. هذا البخار يقتل كل الفيروسات، الجراثيم. طبعا انا سويتها، بس سويتها لأجل الفيديو. ها، وتمشونها كل شيء، اي مكان. طبعا هاي حذائي اقدر اسويها هيج، تتنظف من الداخل. اقدر انظف اي شيء، كاربت اقدر انظف، هاي اقدر انظف مثل هذا كوشات مشي عليه. نظف هذا مشي عليه. هذا تقريبا، طبعا هي فكرة من عقلي جبتها، يعني يمكن تساعد على الوقاية من هذا المرض الخطير. طبعا اقدر اقرب عليكم، احاول امشيها على البيت كله، احاول حتى على الحياطين اذا اريد امشي على الحائط. هذا حتى اذا عندك ورق جدران شيء ما تقدر تمسحه لان الرطوبة مو هذا، هذا يعني ما يأثر عليه. تقدر تبخر اي شيء بلا ما تمسحه وبلا ما تجيسه، بلا ما تنظفه بايدك، لان اكو اشياء اذا تنظفها بايدك تمسحها تتوسخ، تصير لونين بيها، وما تقدر تحط مواد تنظيف على هيجي اشياء حساسة. وشكرا، ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله استفادتوا شيء جديد.